كل أمر بمعروف، أمر بصلاة، وأمر بربما إماطة أذى عن طريق، وربما النهي عن منكر شرب المخدرات أو النهي عن منكر التبرج في الشوارع، بالنسبة لهيئة تقوم على ذلك في دولة مسلمة، هنا أتحدث عن طالبان اليوم بعد إقامة الإمارة الإسلامية، هناك من يصف ذلك بالتشدد. هل يمكن الإطلاق كلمة أو وصف التشدد على تطبيق شرع الله وبالتحديد الأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ هنا يعني يأتيك موضوع المدى الإيمان بالشريعة الإسلامية. الله سبحانه وتعالى قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. هنا المحك الحقيقي بالنسبة لإنفاذ شعب الإيمان أو القضايا الإيمانية، لأن الذين لا يريدون الشريعة لا يريدون للشريعة أن تطبق أصلا بأي وجه من الوجوه، ناهيك عن المنكر. هم لا يقبلون الإسلام لا في الاقتصاد ولا في السياسة ولا في الأمور الاجتماعية ولا في قضايا الحجاب إلى آخر ذلك.